شكرا لكم. تنتمنى ان شاء الله العرس ديال ماريا الاخت ديالنا واخ ديالنا كاظم المزيد من الفرح والسرور والسعاده في الحياه ديالهم وبالرفاه والبنين ان شاء الله. كنتمنى لهم التوفيق في الحياه الزوجيه والحياه المهنيه ان شاء الله. تنقول ماريا وكاظم الله يجعل ان شاء الله كل شيء مبروك مسعود، والعقوبه ان شاء الله نرقص لهم كيف رقصت لهم اليوم في عرسهم، نرقص لهم حتى في السبع ديالهم. الزواج شي حاجه زوينه عطانا الله سبحانه وتعالى، هي نعمه عطانا الله سبحانه وتعالى، كنكملوا الدين ديالنا كما كنقولوا. الحاجه اللي غادي نقول لهم انهم الثقه بعضياتهم هي اول حاجه في الحياه الزوجيه، الا ما كانتش الثقه ما تستمرش الزواج ديالهم. طبيعه الحال الا هما تزوجوا الا هما متفقين. كنتمنى لهم المزيد من الفرح والسعادة والبانية إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.